استوديو التغيير مع خالد بن جاسم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو التغيير. مشاهدينا الكرام، نبدأ بمحاور حلقتنا. المحاور كالتالي: علاقة العراق بدول الإقليم، ونقصد دول الإقليم تركيا، إيران وغيرها. كذلك المحور الثاني: علاقة العراق والخليج العربي. الخليج العربي معلوم للجميع، دول الخليج التعاون العربي. وكذلك علاقة العراق بالدول العربية التي تحت مظلة الجامعة الدول العربية. وعلاقة العراق بدول العالم، ونقصد بدول العالم شيء معلوم للجميع. إذن نرحب بالدكتور أحمد محجوب، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية. دكتور أحمد، مرحبا بك. مرحبا، حياك الله أستاذ خالد. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا، ولكن نبدأها بتقرير. مرت السياسة الخارجية العراقية بمخاض عسير نتيجة التجاذبات الحزبية وحتى الشخصية، وأيضا الصد والتجاهل من قبل محيطه العربي والعالمي. الانتصار الأول للدبلوماسية العراقية كان عام 2012، عندما استضاف العراق القمة العربية في بغداد رغم توتر العلاقات والوضع الأمني الشائك. أما العراقيون فيتذكرون هذه القمة على طريقتهم، حينما تمت حملة اعتقالات واسعة لا سيما في حزام بغداد بحجة اعتقال احترازي، ومضت السنوات ولم يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة. بعد تحرير المحافظات العراقية من سيطرة داعش وتعاطف العالم مع العراق، بدأت مرحلة جديدة للدبلوماسية العراقية، وهي فتح قنوات التفاوض مع الدول الرافضة للواقع العراقي وغير المتعاونة، من خلال اعتماد استراتيجية ضبط النفس، عدم الاندفاع والامتناع عن موجه. أما المستوى الثاني فيتمثل في تعزيز العلاقات مع الدول التي تتعاون مع العراق عبر تشجيع التعاون بين أطراف التفاوض اتجاها وسلوكا. نجاح هذه الاستراتيجيات والتكتيكات التفاوضية من أجل دعم الدبلوماسية العراقية يعتمد على مدى إدراك صانع القرار السياسي الخارجي العراقي لطبيعة النظام الدولي والإقليمي. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ حوار حلقتنا مع الدكتور أحمد محجوب، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية. دكتور أحمد، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا، حياكم الله. أنا أستاذ خالد. حياك الله. يعني هناك علاقات كثيرة يعني مع دول العالم، ولكن دعنا نبدأ بمرحلة مرحلة. علاقة العراق بدول الإقليم، هل تعتقد من أنه استطاع العراق أن يوازن بين علاقات الإقليم، خصوصا من أننا نجد بعض دول الإقليم على طرفي نقيض، وأقصد بذلك تركيا من شمال العراق ومن شرق العراق الجارة إيران؟ شكرا أستاذ خالد على هذه الاستضافة، وتحديدا معك على وجه الخصوص. أشكرك. فقد ربطتنا زمالة قديمة في العمل الصحفي والإعلامي. شكرا دكتور. فيما يتعلق بالعلاقات العراقية مع دول الجوار وحتى مع دول الإقليم انطلاقا إلى دول العالم، اليوم تمر بأفضل حالاتها. دائما عندما أستضاف في بعض الوسائل الإعلام وأسأل عن علاقة العراق بالمحيط، أقول أن العراق يمتلك علاقات مع جواره وإقليمه، علاقات لا تشبه أي علاقات لأي دولة أخرى. العراق يمتلك علاقات مع جميع دول المنطقة بلا استثناء، بينما جميع دول المنطقة لا تمتلك علاقات كاملة مع الجميع. وبالتالي فالعراق اليوم أصبح قاسما مشتركا وجسرا دافئا ودبلوماسيا في العلاقة بين دول المنطقة. نحن نمتلك علاقات جيدة بالجمهورية الإسلامية، كما أننا نمتلك علاقات مثلها، علاقات جيدة بالمملكة العربية السعودية، شأن ذلك شأن العلاقات مع الجمهورية التركية، مع الجمهورية العربية السورية، مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع دولة الكويت. علاقاتنا متميزة مع جوارنا الجغرافي والجوار الإقليمي كذلك. العراق في السنوات الأخيرة وخصوصا في هذه الحكومة ذهب وانتهج
نهج الحياد الإيجابي إزاء الخلافات الداخلية للدول أو الخلافات البينية بين الدول، إضافة إلى أنه لم يقبل لنفسه أن يكون جزءا من خندق متصارع مع بعضه أو متصارع مع الآخر. علاقاتنا جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن علاقاتنا جيدة بروسيا الاتحادية. ولكن دكتور أحمد أوروبا ممتازة. احنا نتحدث عن دول الولايات المتحدة الأمريكية كذلك. هل الدبلوماسية العراقية الآن تستطيع أن توازن إلى هذه المرحلة؟ يعني أنا أقفز على علاقة العراق بالخليج العربي، وأقصد بذلك لسيما السعودية. علاقة السعودية مع إيران هي علاقة متوترة جدا جدا جدا. كيف يستطيع العراق أن يوازن بين علاقته بإيران وعلاقته مع السعودية؟ هذا هو الجهد الدبلوماسي. يعني لو كان الطرفان متوافقان لما كان هناك يعني جهد دبلوماسي يذكر لنا أو يعني يشار إلينا بالبنان في علاقتنا المتميزة بالطرفين. الدبلوماسية تظهر وتظهر الحاجة إليها عندما تكون العلاقة أو تكون الحاجة لعلاقة متوازنة مع أطراف متناقضة ومتناكفة. نحن غلبنا سياسة أو دبلوماسية المصالح على دبلوماسية المواقف الفارغة التي لا قيمة لها. كان العراق في مرحلة من المراحل يبيع المواقف بالمجان، وأقصد في زمن النظام السابق. اليوم علاقاتنا ومواقفنا مع الدول الأخرى قد تنتهج في أكثر حالاتها البعد البراغماتي والمصلحي الذي يعود على العراق بالخير، ويعزز علاقاتنا مع دول المنطقة، ويجسر هذه العلاقات بناء على المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادل. طيب دكتور أحمد، ألم يطلب منكم تربطنا بالمملكة العربية السعودية من علاقات ومصالح، وهناك مصالح أخرى تربطنا بالجمهورية الإسلامية بالتأكيد، ولكن ألم يطلب معكم؟ لا يوجد تناقض دكتور أحمد، معذرة، ألم تخيرون سواء من إيران أو السعودية، تخيرون يا أما تكون معي 100% أو لن أكون معك؟ يعني حتى لو طلب منا ذلك فسوف لن نستجيب. لا يوجد في الدبلوماسية أن يعني نحن لا نخوض حرب مع الأطراف الأخرى. هذه علاقات دبلوماسية ومصالح، والمصالح ليست لنا فقط وإنما لهم. وبالتالي هذه قدرة المفاوض الدبلوماسي العراقي في فرض إرادته وفرض سياقه في العلاقة بينه وبين الآخرين، والتي تعتمد على المصالح. وبالتالي لا يوجد في الدبلوماسية إما أن تكون معي أو تكون مع الآخر. هذه لغة غادرها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، واليوم العالم متعدد الأطراف، متعدد المصالح، وبالتالي الدول اليوم تنتهج سياسات في علاقات متعددة الأطراف وعلاقات ثنائية تربطها بالآخرين بعيدا عن المواقف المتصلبة، لأن المصالح هي التي تحكم البلد في إدارة شؤونها الدبلوماسية وعلاقاتها الخارجية. ولكن دكتور، يعني لاحظنا أنه وزير الخارجية في بعض الأحيان، وفي موقف في الجامعة العربية مؤخرا، حدثت مشادة كلامية. هل هذه كانت تستوجب، خصوصا العراق يمر بمرحلة صعبة، لا نقول الآن العراق ضعيف، ولكن العراق يمر بمرحلة صعبة، يفترض أن ينأى بنفسه عن الآراء. هناك من يعيب أن هناك تصريحات شخصية أكثر مما هي تصريحات تنم عن رؤية الدولة. هذا غير صحيح تماما. كل الردود التي انطلقت من الدكتور إبراهيم الجعفري، إذا كنت تقصد في الدورة 150 للجامعة العربية قبل شهر ونصف من الآن، فهو حق شرعي وقانوني لأي شخص يقول. اليوم أنا وأنت على شاشة التلفزيون، لو أردت أن تقولني ما لم أقل فسوف أرد عليك. لا دكتور بس اسمح لي، أنا كمواطن عراقي. نعم. كمواطن عراقي أيدت السيد الجعفري في أطروحاته، لكن كسياسة احنا شبعنا من العنتريات. ما احنا قلنا لازم نغادر سياسة العنتريات إلى سياسة أخرى. هذا صحيح، لا يوجد عنتريات، هناك تجني في تقويل شخصية سيادية تمثل العراق في محفل دولي بغيابه. كل الذي حدث أن السيد الجعفري
صحح الموقف لمندوب المملكة العربية السعودية في الجامعة العربية. لا أريد هنا في هذه اللحظة أن أفصح عن بعض القضايا التي حدثت حتى بعد هذا. نحن نتحدث بالمجمل 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 نتحدث. نعم، يعني قصدي لم تكن المملكة العربية السعودية أصلا راضية عن 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 هذا التصرف الذي صدر عن مندوبها الدائم. يعني أنا غير مرخص أيضا نعم. بالحديث عن تفاصيل تتعلق بما حدث بعد هذه الحادثة والتواصل الذي حصل بين وزير خارجية المملكة العربية السعودية والسيد الجعفري، لكني أقول أن من حق أي شخص يمثل الدولة العراقية أن يحمي موقعه كموقع للدولة العراقية وأن لا يقول، وأن لأنه عندما أراد تقويل السيد الجعفري فإنه بذلك قصد موقع العراق، لا توجد شخصنة في الأمر مطلقا، والرد كان ردا مؤدبا ولائقا ولبقا يليق بلغة ودبلوماسية وتاريخ الدكتور الجعفري. طيب، يعني في 2012 كانت هناك القمة العربية في بغداد، وهذا يعتبر إنجاز للدبلوماسية العراقية، لكن لم نلحظ يعني مشاركات حقيقية، يعني بمعنى نحن نسحب الأشخاص سحبا إلى العراق، نريد أن يكون للعراق موقف، أن يكون هو منطقة جذب وليس نسحبهم سحبا. هذا صحيح، احنا في ذا لا يمكن قياس عام 2012 على اليوم. يعني نحن اليوم خرجنا منتصرين على داعش، العراق زاره في السنوات الأخيرة عدد من رؤساء الدول، منهم الرئيس هولاند، رئيس جمهورية فرنسا الرئيس السابق، الأمين العام للمتحدة السابق وبان كيمون والحالي، وكثير من رؤساء الوزراء والمسؤولين. العراق حصل على ما يزيد على 22 موقع دولي خلال السنوات الثلاثة الماضية، بضمنها موقع نائب الأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان ومواقع أخرى دولية. العراق اليوم أصبح منفتحا على العالم، لا يمكن أن نقيس الأمس على اليوم، وأكبر دليل على ذلك المؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت والذي شاركت فيه أكثر من 70 دولة تضامن مع العراق، إضافة إلى المواقف الدولية الواضحة في تأييد يعني الموقف العراقي فيما يتعلق بوحدة العراق عندما حصل الاستفتاء في العام الماضي في مثل هذه الأيام، وكذلك التجاوز التركي على الأراضي العراقية والإجماع العربي الذي حصل في الدورات 147 148 149 و150 لانعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب، وتأييد العالم لنا في القوانين أو القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن المتعلقة بتجريم تنظيم داعش الإرهابي، والتي كان العراق هو الصاغ الأول لهذه القرارات. نعم. طيب، يعني أسأل عن موقف العراق من العقوبات الأمريكية على إيران، يعني نتابع الحكومة الاتحادية شد وجذب، وبين السياسيين أيضا هناك شد وجذب، وهو رأي الخارجية وهو القرار الأخير لها. يعني مو كلش دقيق عندما نقول أن الرأي هو رأي الخارجية العراقية. الخارجية العراقية منفذة لسياسات الحكومة العراقية، والقرار الأول بالطبع. لا أنا أقصد، بس اسمح لي دكتور أحمد، أقصد أنه الخارجية عندما تقول رأيها تقوله حقيقة، السياسيين يقولون أشياء نعم. ويفعلون أشياء. ما هذا صحيح، هذا صحيح. شوف سبحان الله، عندما قلت كلمة أنت فهمتها بالخطأ دافعت عن وجهة نظرك. نعم. من حقك أن تدافع عن وجهة نظرك أمام المشاهد الكريم. على أي حال، هنا أريد أن أتحدث عن موقف الحكومة العراقية إزاء العقوبات التي حصلت أو التي يعني ستنفذ في بداية الشهر المقبل، العقوبات الشديدة، الجولة الثانية من العقوبات على الجمهورية الإسلامية. إحنا نعتقد أن مبدأ الحصار أو العقوبات مبدأ فاشل ومجحف في ذات الوقت، وقد قالها دولة رئيس الوزراء في غير مرة في اجتماعات وفي تصريحات. نعتقد أن مبدأ العقوبات لا يضر بالأنظمة، بل أنه يضر بالدرجة الأولى بالشعوب، وأكبر دليل على ذلك أستاذ خالد جنابك الكريم والمشاهد الكريم يعلم الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في مطلع تسعينيات القرن الماضي، والذي تأثرنا به أنا وأنت والمشاهد الكريم والمواطن العراقي، ولم يتأثر به النظام أنذاك أبدا. الحصار
والعقوبات، هذا عملية الخنق لا تضر بالأنظمة وإنما تضر بالشعوب، هذا أولا. اثنين، فيما يتعلق بتقدير الموقف لهل سنلتزم أم لا نلتزم، طبعا العراق سيحسب المصلحة المتأتية من الالتزام وعدم الالتزام. للوهلة الأولى هناك توجه لالتزام العراق بهذه العقوبات وعدم الإضرار بالوضع الداخلي الاقتصادي، لأنه كما قال رئيس الوزراء لو التزم العراق لن ينفع إيران ولكن سيضر بالعراق. العراق يعني يدرس تقديم طلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستثنائه، شأنه شأن رومانيا طبعا، لاستثنائه من هذه العقوبات باعتبار أن العراق يعني على تماس جغرافي مع الجمهورية الإسلامية بأكثر من 1000 كيلومتر، وهناك تعاقدات سابقة تتعلق بتبادل الطاقة وما يتعلق بالغاز والاستيراد وتصدير المواد التي يعتمد عليها العراق اعتمادا كليا. يدرس تقديم طلب للولايات المتحدة، نأمل أن يتم قبول هذا الطلب، وتماما كما قدمت المملكة الأردنية الهاشمية عندما فرض الحصار على العراق في 90ات القرن الماضي طلبا للولايات المتحدة وتم الموافقة عليه في استثناء المملكة الأردنية الهاشمية من بعض فقرات هذا الحصار. لكن بالمجمل يعني أستاذ خالد، العراق سيتخذ موقفا عراقيا لصالح العراق ولصالح الشعب العراقي، ولن يتبرع بأي موقف يضر بالداخل العراقي. طيب أنا أنتقل من ملف إلى ملف فيما يخص الدبلوماسية العراقية. مؤتمر المانحين في الكويت، مؤتمر المانحين للعراق في الكويت، هناك من يرى من أنه لم يحقق أو أنه لم ينجح بهذه العبارة، هل هو تقصير من الدبلوماسية العراقية بتواصلها مع الدول أم هو فشل الحكومة في إقناع الدول المانحة؟ لا هذا ولا ذاك. الدول المانحة حضرت المؤتمر، وأنا أعتقد أن المؤتمر نجح عندما حضرت الدول 70، ودولة الكويت الشقيقة مشكورة على جهدها الذي قدمته في هذا المؤتمر، وهناك منح قدمت للعراق، وهناك أيضا استثمارات سميت استثمارات مبالغ لاستثمارات، وهناك قروض أيضا للعراق. ولكن يعني نحن نعتقد أن تأجيل تنفيذ هذه أو تأجيل تسليم هذه المنح للعراق يعني حكمته جملة من الظروف. أولها يعني هذا الأمر يحتاج، هذه مبالغ كبيرة تحتاج إلى دراسة مع الجهات التنفيذية العراقية ومعرفة للجهات المانحة إلى أين ستذهب هذه الأموال، وسيما أن المناطق التي يراد أن تخدم هذه الأموال ما زالت إلى الآن لم تستقر بشكل كبير. ولذلك أنا بحكم اطلاعي أرى، أعتقد أن هذه الأموال سيتم أو سيبدأ يبدأ العمل بتسليمها للعراق مع مطلع وبدايات تسلم الحكومة العراقية الجديدة والتعهدات التي التزمت بها الدول. وزارة الخارجية العراقية من خلال بعثاتها تتواصل مع هذه الدول، جميع الدول ملتزمة بهذه المنح وهذه العطاءات والاستثمارات والقروض، وسيتم جدول تسليمها للعراق خلال الفترة الوجيزة القادمة. طيب نرجع إلى ملف المياه وما شهدته مدينة أو محافظة البصرة من شح المياه وبعض المحافظات الجنوبية. هناك من ترك وزارة الموارد المائية وترك البلديات وترك جميع مؤسسات الموجودة في الحكومة وقال من أنه المسؤول هو الدبلوماسية في وزارة الخارجية التي لم تحاول الوصول إلى اتفاق مقنع مع هذه الدول لتزويد العراق بالمياه. انت هم ما مقتنع، تقول هناك من يقول، وأنا هم ما مقتنع بهذا القول. أستاذ خالد، رئيس اللجنة يعني إذا كان لا يدري، الأخ الذي يقول إذا كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. رئيس لجنة التفاوض فيما يتعلق بملف المياه هو السيد وزير الموارد المائية، وهذا الملف
احنا الان دا نشتغل على اعادته لوزاره الخارجيه، نعتقد انه ملف تفاوضي ويجب ان يعود لوزاره الخارجيه، ولكن وزاره الخارجيه لا دخل لها في التفاوض على هذا الملف. وزاره الخارجيه تقدم دعم يعني فيما يتعلق بتحديد مواعيد الوفد العراقي للتفاوض وتسهيل وصوله، ولكن للأسف الشديد هذا الملف وبقرار من الحكومة هو تحت تصرف وإدارة وزارة الموارد المائية بعيدا عن جهد وزارة الخارجية العراقية. ونحن نعمل، مرة أخرى أقول نحن نعمل في وزارة الخارجية العراقية على إعادة هذا الملف إلى وزارة الخارجية. طيب، علاقاتكم بالدول، يعني هناك دول يعني رافضة للواقع العراقي وبدأت تقتنع شيئا فشيئا، وهناك دول لا هي متقبلة الواقع العراقي ولكن تحتاج إلى أن تندمج مع العراق اقتصاديا ثقافيا أكثر. في خلال تحركاتكم كم استطعتم أن تنجزوا بإيصال رسالة العراق الجديد إلى دول العالم؟ يعني أكبر دليل على وصول رسالتنا إلى العالم هو أن هناك في بغداد أكثر من 157 بعثة مقيمة وغير مقيمة. هذه رسالة واضحة جدا أن العالم اليوم اقتنع بأن يدخل إلى العراق وأن يفتح أبواب منافذه الدبلوماسية وأن يمثل داخل العراق، إضافة إلى أن العراق استطاع كما قلت سابقا الحصول على ثقة دول العالم وعلى مواقع دولية مهمة جدا. لا توجد دولة، لا توجد بالجزم، لا توجد دولة في العالم الآن ليس لدينا، أو عفوا لا توجد دولة لدينا علاقة سيئة بها في العالم على مستوى العالم. علاقتنا مع كل دول العالم المعترف بها، طبعا نحن لا نعترف بما تسمى بإسرائيل، وبعض الدول الجديدة لحد الآن يعني لم يتم الاعتراف بها، ليس لدينا علاقة معها، ولكن ليس لدينا علاقات سيئة بأي دولة من دول العالم، وهذا إنجاز كبير. والعالم هو الذي يطرق أبوابنا، هناك زيارات مستمرة لوفود العالم كما علمت جنابك الكريم. مثلا أضرب مثلا معرض بغداد الدولي في العام الماضي نجح نجاحا كبيرا في مجيء عدد كبير من دول العالم والمشاركة فيه، وهذا الانفتاح التجاري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين العراق وبين دول العالم بالتأكيد يدل دلالة واضحة على نجاح الدبلوماسية العراقية في تسويق الواقع الجديد المستقر للعراق، خصوصا بعد نصر العراق على تنظيم داعش الإرهابي وتقديمه، وهذا الإنجاز لجميع العالم وليس للعراق فحسب. طيب، العراق يقع في منطقة ملتهبة، إذا كانت الدبلوماسية العراقية بهذه المرونة وبهذه المصداقية لدى الدول، لماذا لا يمارس العراق دور الوسطاء؟ يعني هذه دائما الدول عندما تكبر ويكبر يعني قوتها الدبلوماسية تعمل بشكل وسيط. يعني لا أستطيع الحديث عن دور وساطة كبير للعراق خلال هذه الفترة، كما تعلم نحن لتونا خرجنا من ظرف عصيب وما زلنا نعالج جروحنا، ما زالت المناطق المحررة غير يعني تحتاج إلى إعمار، ما زال كثير من النازحين يحتاجون إلى العودة، ما زلنا نريد أن نقف على أقدامنا، ولما تشكل حكومة خلال الساعات القادمة إن شاء الله يعني أعتقد أنه العراق يعني يجب أن يتعافى داخليا قبل أن ينشط خارجيا. مع ذلك هناك بعض الجهود التي قام بها العراق خلال الفترة الماضية في بعض الملفات، وبحكم علاقته الجيدة بجميع دول المنطقة والإقليم وحتى المحاور الدولية يمتلك علاقات جيدة معها، نعم نشط العراق في بعض الوساطات بين هذه الدول، ولكن نحن نعتقد أنه بمجرد إن شاء الله استلام الحكومة الجديدة وبدء حملة إعادة الإعمار وعودة العافية إلى الجسد العراقي بشكل مكتمل بالتأكيد سيكون قائدا للمنطقة وسيلعب دورا مهما وحيويا وجوهريا في لملمة الشتات العربي والإسلامي، وأن يكون له دور مهم جدا في إقليميا ودوليا في
يعني السعي لتسوية الخلافات التي تحدث هنا وهناك في المنطقة. طيب ذكرت الإعمار، ما هو دور وزارة الخارجية في الإعمار خصوصا منها يعني حلقة الوصل ما بين العراق والعالم؟ أنت جاوبت على السؤال تماما، جوابك ذكي جدا ودقيق. وزارة الخارجية هي حلقة الوصل في الشؤون العسكرية بين وزارة الدفاع العراقية ونظيراتها في العالم، في الشأن الثقافي بين الوزارات ذات العلاقة ونظيراتها في العالم، حتى في الشؤون الفنية والإعمار والتجارة والاقتصاد، وزارة الخارجية العراقية حلقة وصل ونافذة، وهي تقوم بواجباتها على أتم وجه، وبعثاتنا تقوم بهذه المهام، وهناك بعض الشؤون المتعلقة بالثقافة والتجارة والجانب العسكري، هناك ملحقيات عسكرية وثقافية وتجارية وحتى طبية في بعض الأماكن، ولكن بعض الشؤون الأخرى تطلع بها وزارة الخارجية كحلقة وصل بين المؤسسات الدولة التنفيذية العراقية وبين مؤسسات النظيرة في دول العالم. طيب هل هناك يعني رؤية بحيث يتم عقد مؤتمرات مثلا في أوروبا، مؤتمرات للاستثمار في العراق، يعني خصوصا من أنه إذا عقد في 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 بلد أوروبي سيكون هناك لقاء كبير من قبل الشركات العالمية في محاولة لجذب والتعريف بفرص الاستثمار في العراق؟ يعني كمعلومة دقيقة أحتاج إلى التأكد من هذه المعلومة، في ما لو إذا كان هذه معلومة متخصصة تحتاج إلى مراجعة حقيقة، لا أدري إذا كان هناك مؤتمر للإعمار أو مؤتمر اقتصادي قريب سيعقد في دولة أوروبية، ولكن بشكل عام هناك نشاط واضح كما تعلم جنابك، قبل أسبوع عقد مؤتمر إعادة أو استثمار وإعمار الأنبار في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه المؤتمرات لا تتوقف بين الحين والآخر، هناك جهد كبير من قبل مؤسسات الدولة العراقية وعن طريق وزارة الخارجية العراقية في عقد هذه المؤتمرات هنا وهناك، ولكن أعدك بعد أن أحصل على معلومة دقيقة إزاء هذه المؤتمرات أو جدولة هذه المؤتمرات أن أبلغ قناة التغيير بهذه المعلومة إن شاء الله. فيما يخص يعني التفاوض، يعني أعود وأرجع إلى ملف المياه، لأنه فاجأتني من أنه لا علاقة لوزارة الخارجية سوى أنها حلقة وصل، وأن وزارة الري هي المسؤولة عن هذا الملف. هل هناك رؤية للوصول إلى اتفاق ثابت مع هذه الدول، أقصد الجارة إيران والجارة تركيا، حتى نترك هاي عملية استجداء المياه بين فترة وأخرى؟ نعم، اسمها وزارة الموارد المائية، وزارة الري سابقا. عفوا. نعم بالتأكيد هناك عدم رضا عراقي عن السياسة المائية التي تنتهجها الجمهورية التركية، وحتى السياسة المائية التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية تجاه العراق. هناك عدد كبير من الأنهر يعني قامت الجمهورية الإسلامية بتغيير جغرافي لمسار هذه الأنهر وعدم وصولها إلى العراق كروافد لنهر دجلة، إضافة وحتى بعض هذه الأنهار تصب في أهوار العراق، وقد تضررت الأهوار بسبب هذا التدخل من قبل الجمهورية الإسلامية، التدخل الجغرافي في حرف مسار هذه الأنهار، من ضمنها طبعا نهر الكارون. أيضا السياسة المائية التركية، العراق غير راضي عن هذه السياسة، وهو يبلغ الجمهورية التركية بين الحين والآخر عن ذلك. احنا نعتقد أن موضوع التفاوض المائي يجب أن يعود إلى وزارة الخارجية العراقية، لأنه ملف سيادي، وأن هذا الموضوع يجب أن ترتفع وتيرة أهميته بالنسبة للعراق، وأن يسعى إلى استحصال إطلاقات مائية أكبر من جيرانه من أجل إعادة الحياة إلى يعني عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي العراقية التي للأسف الشديد انحسرت الزراعة فيها بسبب السياسات المائية السيئة للجارتين تركيا وإيران. دكتور أحمد، يعني أنتم تتفاوضون، ولكن هذه الدول هل هي مستعدة للتفاوض؟ قلت لجنابك أن الملف حين يعود إلى وزارة الخارجية العراقية، وزارة الخارجية ستعرف كيف تعيد هذه الدول إلى
طاولة التفاوض، لأنه عملية التفاوض يعني مهمة سيادية، وبالتأكيد العراق لديه أوراق يعني يلعبها في عملية التفاوض. وعملية التفاوض هي ليست عملية مجردة وفنية، بل هي عملية سياسية تدخل فيها عوامل أخرى وملفات أخرى، أعطني وأعطيك، وبالتالي عندما يعود الملف إلى الجهة السياسية السيادية ستعرف كيف تتفاوض على هذه الملفات. هل لديكم برنامج جديد؟ يعني ذكرت كم مرة يعني الحكومة الجديدة سنعمل في خلال تشكيل الحكومة الجديدة، هل لديكم برنامج مختلف في وزارة الخارجية ستطلقونه على الحكومة الجديدة؟ يعني في الحقيقة البرنامج يأتي من الحكومة إلى وزارة الخارجية وليس من وزارة الخارجية إلى الحكومة. ولكن هل لديكم أفكار؟ يعني أنت دائما تقرن يعني الانطلاقة بالحكومة الجديدة، التي تقدم برنامجها إلى البرلمان والبرلمان يصوت على هذا البرنامج، وهذا البرنامج ينزل إلى وزارة الخارجية، وزارة الخارجية تشتغل على ترتيب آليات وأدوات وتفاصيل لهذا البرنامج يعني من أجل تنفيذه. أما السياسة أو البرنامج الجديد الذي ستتبعه الحكومة العراقية، بالتأكيد ستعمل وزارة الخارجية العراقية على تنفيذه. هذا فيما يتعلق بالبرنامج في بعده التكنيكي، في بعده الفني. أما في البعد الاستراتيجي فالسياسة أو السياسة الخارجية العراقية سياسة ثابتة وواضحة، ومن الصعب أن يغيرها العراق. هي أمور استراتيجية تتعلق بمصلحة البلد العليا، ومبادئ عامة وزارة الخارجية العراقية تعمل على المحافظة عليها، وبالتأكيد ستحترم الحكومات تلو الأخرى هذه السياسة العامة مع بعض التعديلات التي تجريها على بعض الوسائل والآليات لتطبيق هذه السياسة العامة. هل هناك دول دكتور أحمد ما زالت يعني تضع حواجز ما بينها وبين العراق، أم أنه كما ذكرت من أنه العراق الآن أصبح ليس لديه أعداء في كل دول العالم؟ أجزم لك أنه لا يوجد لدينا عدو الآن. علاقتنا جيدة بموسكو كما علاقتنا جيدة بواشنطن، علاقتنا جيدة بالرياض كما علاقتنا جيدة بطهران، وعلاقات ممتازة. يعني قبل أسبوع كنا في دمشق، ثم في بيروت، وقبلها كان الدكتور الجعفري ممثل العراق في نيويورك، وقد جرت مباحثات بيننا وبين وزارة الخارجية الأمريكية. نحن نتحرك بانسيابية وبحرية عالية في علاقاتنا مع دول المنطقة. يعني ما بين مباحثاتنا في واشنطن قبل 15 يوما ووجودنا في دمشق يعني أيام معدودة، وبالتالي نحن يعني أحرار في حركتنا وعلاقاتنا مع جميع الدول، وحتى تلك التي تتناقض مع بعضها وتتناكف مع بعضها، لأن العراق انتهج سياسة وازنة وسياسة حكيمة تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للبلد، بعيدا عن المواقف، مرة أخرى وأكرر هذه الجملة، بعيدا عن المواقف المجانية التي يعني أودت بمصالح العراق إلى الهاوية في الأزمنة الماضية وفي الحقبة الماضية من النظام نعم. السابق. هناك صفقة الدكتور أحمد يعني اسمها صفقة القرن، وهي تطبيع مع إسرائيل. هل العراق لديه يعني بمعنى في حال الجميع يعني طبع علاقته مع إيران من ضمنها المملكة العربية السعودية وغيرها، هل العراق مستعد لأن يطبع؟ أنا لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، بالإمكان أن الحكومة أو السيد رئيس الحكومة هو الذي يجيب عن هذا السؤال. طيب الخدمات الدبلوماسية المقدمة في جميع دول العالم، هل هناك خصوصا من أنه تمت هجرة العراقيين إلى دول جديدة، هل هناك دولة فيها عدد معقول من العراقيين ليس فيها سفارة عراقية أو بعثة عراقية؟ أكو خدمات دبلوماسية وأكو خدمات قنصلية. الخدمات الدبلوماسية اللي هي أمور تتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبين البلدان الأخرى، خدمات القنصلية اللي هي تعني المواطنين العراقيين في ذلك البلد والمواطنين الذين يريدون زيارة العراق من ذلك البلد، هذه هي الخدمات القنصلية. طبعا لا يشترط أن يكون هناك مواطنون مثلا
عراقيون في بلد ما ويجب أن يكون مع هناك سفارة، وأيضا هناك بلدان ليس فيها عراقيون ومن الضروري أن يكون فيها هناك سفارة. مثلا يعني مثلا في نيروبي هناك منظمة دولية مهمة جدا، لا يوجد مواطن عراقيون ولكن يجب أن تكون هناك بعثة في نيروبي تتابع شأن هذه المنظمة الدولية. مثلا بعض الدول فيها مواطنون عراقيون ولكن لا توجد إمكانية للعراق في أن يفتح سفارات في جميع الدول، هذه الدولة والدول التي تحيط بها، فتوجد في بعض الدول القريبة منها خدمات قنصلية يعني بعثة تخدم 3 أو 4 دول، يعني يوجد فيها عدد من العراقيين محترمين طبعا أيا كان عددهم، ولكن من الصعب جدا أن نفتح يعني للخدمات القنصلية في كل دول العالم. لكن لو احتجنا يعني حاجة دبلوماسية وسياسية فسنفتح بعثة حتى وإن لم يتواجد المواطن العراقي، لأن تواجد البعثة في الأصل هي العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بيننا وبين تلك الدول، والخدمات القنصلية هي خدمات تقدم من خلال مبنى ومهمة البعثة التي تتواجد في ذلك البلد. هل يعني أحرجتم في بعض الأحيان من موقف الحكومة العراقية أم أنكم دائما تشيرون على الحكومة العراقية بالوضع الدولي؟ هل حصل يعني بعض المشادات ما بينكم وبين الحكومة العراقية، لسيما أنتم أكثر اطلاعا على الوضع الدولي ويعني تمتلكون من الخبرات الدبلوماسية أكثر؟ يعني حتى إذا صاير هم ما أقول لك أكيد، يعني بالتأكيد هناك وجهات نظر قد تتقاطع أحيانا، هناك حوارات ونقاشات بين قيادة وزارة الخارجية العراقية والحكومة، وزارة الخارجية تدافع عن وجهة نظرها، ولكن بالتأكيد الولاية والسلطة الرئيسية هي للحكومة، الحكومة هي التي تقرر القرار النهائي، ولكن نحن يعني الواجب الوطني ينتدبنا إلى الدفاع عن وجهات النظر التي نراها مناسبة، لكن بالتالي الرأي النهائي للحكومة ولرئيس الحكومة وللآليات التي متبعة في مجلس الوزراء لإقرار القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والدبلوماسية وعقد الاتفاقات وما شابه ذلك، وبالتالي يعني إدارة الحوار بين الوزارة والحكومة هي إدارة حرة، يعني هو حوار حر ندافع فيه عن وجهة نظرنا، ولكن بالنتيجة الوزارة تستمع في النهاية إلى القرار الذي يصدر عن الحكومة. شكرا للدكتور أحمد محجوب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا لك. مرحبا بك، حياك الله. شكرا لكم مشاهدي الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.